رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي معانا تقرير مع الكاتبة الأستاذة مي حمزة اللي عملت صفحة على فيسبوك الهدف منها دعم القراءة والتشجيع عليها. من خلالها بيتم ترشيح كتب للقراءة وبتطرح على متابعينها الكتب اللي ممكن يكونوا حابين أو ممكن يكونوا مهتمين إن هم يقروها وليه يقروها. والحقيقة إنه مي كمان ليها مؤخرا تجربة في الكتابة ونشرت روايتين لحد دلوقتي، الأولى هي لأجل تلك الليالي والتانية هي ميلاد هادئ. تعالوا نتعرف أكتر عليها، تعالوا نشوف التقرير ونرجع على طول. أنا اسمي معي محمد حمزة، خريج اقتصاد وعلوم سياسية سنة 2007، تخصص علوم سياسية. ورغم أن أنا دراستي كانت بعيدا تماما عن الأدب يعني، بس كانت هوايتي الأولى هي القراءة، وبعد كده بقت الكتابة كمان. بالنسبة للقراءة الأول كانت مجرد هواية، ولما كنت عايشة برا مصر مدة طويلة كان معظم وقتي بقرا يعني بقضيه في القراءة، لغاية لما جاء في يوم من الأيام ابتديت أرشح لأصدقائي أو أقول لهم رأيي في الكتب اللي أنا قريتها. حصل اقتراحات من بعض الأصدقاء على الفيسبوك إن أنا ليه ما أعملش صفحة عشان يبقى سهل عليهم إن هم يدخلوا يشوفوا إيه ترشيحاتي لما يبقوا في المكتبة. فجت فكرة صفحة رشح لي، وكانت اللحظة الأولى والشرارة الأولى فيها ابتدت ب 300 متابع، إلى أن وصلت دلوقتي الحمد لله ل 80,000 متابع. طبعا الحمد لله ان الموضوع بدا يتطور وبدا يبقى رشح لي اسم كبير في وسط الجروبات بتاعه القراءه اللي موجوده في مصر وخارج مصر كمان، لاني اكتشفت ان في كتير من الاخوه العرب يعرفوا الصفحه وبيتابعوها وبيحاولوا ان هم يتفاعلوا عليها كمان. الفئات العمريه اللي بتتابعني اكتر هي الثلاثينات يعني او اواخر العشرينات، يمكن لان انا قراءاتي الى حد ما دسمه شويه على يعني اللي هم الصغار في السن شوية أو كده، وأكتر ستات أو رجالة من إحصائيات الصفحة هم الستات أكتر، وإن كان الرجال هم الأكثر تفاعل على يعني في المناقشات عن الكتب. أكتر سؤال دايماً بيبقى عليه تفاعل رهيب، أنت بتقرأ إيه دلوقتي؟ دايماً الإنسان بيبقى عنده رغبة في مشاركة ما يفعله، فلما تسأل السؤال بتاع يا ترى انتوا بتقروا ايه دلوقتي، وتلاقي كل متحمس ان هو يرد ويقول لك عن الكتاب اللي هو بيقراه دلوقتي. فده اكتر حاجه السؤال ده، احنا حتى عندنا السؤال ده بيبقى يعتبر اسبوعي دايما نسأل ها مين بيقرا ايه دلوقتي. الناس عندها استعداد قوي جدا ان هي تروح وتقرا اي كتاب اتقال عليه انه كويس. القارئ المصري بصفه خاصه بيبقى عايز الكتاب المكتوب حلو، الجمله الادبيه الحلوه. في الجيل بتاعنا ناس بتميل لنجيب محفوظ علشان عنده تنوع جدا في يعني عنده القصه الخياليه وعنده القصه القصه القصيره وعنده الروايه لمسه الشارع، ف أظن أن نجيب محفوظ هو رقم واحد بالنسبة للقراء. دايماً يقولك أن بعد فترة طويلة من القراءة الإنسان بيبتدي جواه يظهر وحش كده أنه هو عايز يعبر زي ما بيقرأ أو بنفس الطريقة اللي بتوصله بيها المعلومة، فبيبقى عايز يوصل مشاعره وإحساسه للناس بطريقة أدبية. فالأول أنا كنت بكتب الريفيوهات أو يعني تقييماتي للكتب بطريقة أدبية إلى حد ما، فكان في تشجيع جامد جدا من القراء او من المتابعين للصفحه انه امتى هتنزل روايتك، فاللي هو انا ابتديت يبقى عندي ثقه في نفسي ان انا اقدر ان انا اوصل المعلومه او ان انا اوصل الفكره او الاحساس عن طريق القلم. فابتدت الفكره تتبلور في دماغي خصوصا في فتره الكورونا والحظر، وان احنا كنا قاعدين. الروايه الاولى اسمها لاجل تلك الليالي، هي روايه اجتماعيه، انا الروايتين يعتبروا روايات اجتماعيه، الأولانية اسمها لأجل تلك الليالي والتانية اسمها ميلاد هادئ.